أصحاب النار وأهل إلى الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم للأجر والثواب وفيها نعيدكم للذنوب والتراب. ومنها نخرجكم تارة أخرى للعرض والقصاص. وصلاة وسلاما على ضيف الله على قصاص أنس الله الذي حيا ربه وربه حيا. نادى قائلا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. ناداه الجميل السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. لم يجمع بالسلام وحده بل قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهد بالوحدانيه لله فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما كان للملائكه من هذا القوم بالمهيب الا ان يصلي على العدل. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. في موسم عرس الاسلام في العيد اسرج باحرامي والفرح يسافر احجابي. يا ليت الحج متى العاد وعرفات يكلمه الله بالعفو لكل من لباه. والعيد قد ادى ببشراه. يا ليت الحج متى الايام. ايها الاخوه المؤمنون في ايام عيد في هذه الايام المباركه زارتنا بدر واختارنا بيننا رجلا من اولى الرجال نشارك ال الخليل الاكرمين في ليله التبريد للوالد الكريم المربي الفاضل الحاج محمد عثمان. نشارك ابنائه الكرام معالي الدكتور جمال محمد عثمان. نشارك ايضا المهندس خالد عثمان والدكتور خالد محمد عثمان الاستاذ عصام عثمان. ونشارك ايضا المهندس محمد مصطفى خليل وابناء العموم الكرام. هيا بنا كي تلتقي موجاتنا العادله بموجات السماء العاليه عبر اثير شاشات مليئه بالقدر الذي يقول للشيء كل ما يقول. كروان الفجر قارئ الساحات القرانيه العالميه المدعو بالعلوم ورؤساء العالم الاسلامي لتلاوه القران الكريم فضيله القارئ الدكتور عبد الناصر حرس الملقب عالميا بملك المقامات القرانيه وليتفضل فضيلته مشكورا حيث يبدعنا اليوم بالقران الكريم مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ندعوه الآن ليتفضل فضيلته مشكورا. السماء
عطاء غير فلا تقوا في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد صلى على سيدنا النبي. وإنا بسم الله
سبقت من ربك لقضي
وإنهم لفي شك منه مريب
إنه بما تعملون بصير فاستقم كما من النهار وزودا من الليل
ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى للذاكرين الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صدق الله فجر بأداء القرآن يا مولانا يا دكتور حرك يا محرك القلوب الله أكبر حاضر والله انت اللي عامل هيصه انت اللي عامل هيصه هيصه بره انا شايف الهيصه جايه من هنا مش جايه من هنا الهيصه جايه من هنا كده الصوت انتوا جاي منكم هنا ممكن نسكت الله يبارك لكم اهدوا شويه اهدوا ليت نلتزم الصمت شويه الله يبارك لكم الله يبارك لكم واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أحسن واصبر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين كل مستمتع ومنسجم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل
إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم.
شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ صدق الله العظيم.
وإياكم وإياكم يا رب. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وإليه
ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. صدق الله العظيم. احسنت يا معالي الدكتور. الصلاة على سيدنا النبي. بقوم اكرم القران وهب له النفوس والاموال والابدان. قوم قد اختار الاله قلوبهم ليكون نورس الهدى الاسلام. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليبين نورا للظلام فكان. فرح به يا رب القوم تسيل دماؤه وارحم به من عن تلاوته كل توانى. وارحم به رافعه الكريم الذي جمعنا لتكريم الاله بلسان عربي وقلبا لله خاشعا. أبدعنا ذلكم العلم القرآني الآبر ما تيسر الحكيم من آي سورة التي قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيدتني هود وأخواتها. القارئ على المحبوب عالم في الساحات القرآنية الأولى لدى العالم الإسلامي بأكمله. المدعو من رؤساء وملوك العالم الإسلامي لكبرى الحفلات القرآنية فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر قطب التلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي قارئ أجر الليلة بإذن الله بمسجد السيدة نفيسة العلوم رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ونحن في هذه الليلة القرآنية الأولى العالمية النورانية المحمدية الأولى مشاركة لآل خليل الأجربي تكريما للوالد الكريم الحاج محمد عثمان مشاركة لأبنائه الكرام على الدكتور كمال عثمان مشاركة أيضا المهندس خالد عثمان مشاركة لمعالي الدكتور محمد عثمان الأستاذ عصام عثمان ومشاركة أيضا الحاج مصطفى خليل. شكرا باسمهم إلى إقامة الأطباء والمحامين والأزهر الشريف ورجال الأوقاف ولرجال التربية والتعليم وعمد ومشايخ البلاد وكبار العائلات وإلى شبابها طيب أهلهم إلى كل شخصية وصلت لهذا المقام القرآني الكبير الذي ننقله لحضراتكم هنا داخل كبرى قصور ضيافة المتنقلة مؤسسة الصعيد لمخازن الفراشة الكبرى لبشير الصعيد والشقاء والكرام. شكر أيضا الهندسة الإذاعية المتميزة في كارلو الإذاعات بجمهورية مصر العربية المتنقلة مع كبار قراء العالم الإسلامي الحاج محمد الخولي وأبناءه بالعوسكة المهندس وحيد الخولي بالأراضي الحجازية لأداء فريضة الحج والصوفي الكريم المهندس أحمد الخولي. شكرا أيضا قناة مهندس محمد يسري أبو الليل للقنوات الفضائية المصرية مع أعمال الضيافة الأفريقية المتميزة لأولاد درويش.